السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المشاهدين، نحن الآن مع الدكتور محمد طلال الحلو في إحدى البرامج الشيقة التي ستكون من برامجنا الاقتصادية في الاقتصاد والذكاء الاقتصادي بالذات في المدارات الاقتصادية. دكتورنا هو دكتور سابق في الجامعات المغربية ومن ضمنها جامعة محمد الخامس بالرباط، وهو مدير مساعد لفرع جامعة مينيسوتا الأمريكية بالمغرب، ومستشار إعلامي في عديد من القنوات المرئية والإذاعية. أهلا بكم دكتورنا الفاضل. أهلا وسهلا وشكرا لكم أخي على الاستضافة. دكتورنا الفاضل، سمعنا عن الذكاء الاقتصادي ولكن تفاجأنا بالذكاء الاقتصادي، فما هو الذكاء الاقتصادي؟ لو تعرفوننا عنها تكرما. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الذكاء الاقتصادي الغريب في الأمر أنه أقدم من الذكاء الصناعي أو الاصطناعي، لأن الذكاء الاقتصادي يأتينا من مجال الحروب ومن مجال الاستراتيجية العسكرية. فالذكاء الاقتصادي هو عملية جمع المعلومات الكافية عن المنافسين ثم تحليلها من أجل الخروج بنتائج تمكن من أخذ خطوات استباقية في السوق الذي تتواجد فيه الشركة. فهذا الذكاء الاقتصادي معروف جدا لدى الشركات الكبرى، عندها عموما قد يكون عندها مشرف على الذكاء الاقتصادي، قد تكون عندها وحدة فيها عديد من العاملين في الذكاء الاقتصادي، وهدفهم يعني جمع المعلومات المتوفرة لأخذ الخطوات الاستباقية في السوق. وكذلك يعني هناك نوع آخر من الذكاء الاقتصادي وهو الذكاء الدفاعي، ممكن نتحدث عنه من بعد. من ضمن دكتور جمع المعلومات، أنا حقيقة خطر على بالي جمع المعلومات، هل هي مثل مثلا جوجل، فيسبوك، الشركات الكبيرة التي تقصدونها هذه هي، ولكن هي في مجال الميديا، فهل هناك ذكاء اقتصادي في مجال الاقتصاد بشركات كبيرة غير المجالات الإعلامية؟ هو أي شركة عموما يجب أن تضع في خطتها الذكاء الاقتصادي، لكن بما أن الذكاء الاقتصادي قد يكلف يعني مشرف وقت طوال الوقت أو نصف الوقت إلى غير ذلك، فهذا يعني مكلف من ناحية المادية. لكن هدف الكتاب الذي قدمت فيه يعني قضية الذكاء الاقتصادي للشركات الصغرى هو إقناع يعني القارئ أن الذكاء الاقتصادي في الشركة الصغرى يأتيها بنتائج إيجابية أكثر من الكلفة. لنضع مثلا أمامنا مثلا شركات المنتجات التنظيفية، مثلا شركات معروفة، هذه الشركات لها وحدات ولها من هو مكلف بجمع المعلومات عن المنافس حول منتجاته الجديدة، حول خطواته الجديدة، حول مثلا دمج شركة في شركة ومعرفة هذه الخطوة قبل أن تقع، حول مثلا دخوله إلى سوق أنا فيه وهو ليس فيه، فما هي الخطوات الاستباقية التي يمكن أن نأخذها. فمجموع هذه المعلومات التي تأتينا من الذكاء الاقتصادي، هو يسمى بالإنجليزية Competitive Intelligence، هي معلومات هدفها يعني ألا يعني يسبقنا المنافس إلى بعض الخطوات التي قد يعني قد تكون يعني مدمرة بالنسبة لسوق الشركة سواء كانت صغيرة أو كبيرة. يعني هي تعتبر يعني شبه حرب اقتصادي إذا ذكرناه، يعني لدخول السوق أو الخروج من السوق أو وضع أثر. أصل ميدان الذكاء الاقتصادي أصله من الحرب. طيب، فنعرف أن في الحرب جميع الوسائل متاحة، يعني التجسس، سرقة المعلومة إلى غير ذلك من الوسائل التي هي يعني قد لا تلائم خارج الحرب. لكن هذا بما أننا نحن في ميدان يعني ليس هو حرب حقيقة، لكن هو منافسة ويجب للمنافسة أن تكون شريفة، فجميع هذه الوسائل التي أصلها حربية
التي هي غير أخلاقية خارج الحرب، يعني يتم استبعادها، والعاملين والفاعلين في مجالنا في مجال الذكاء الاقتصادي يلحون على ضرورة أخلاقية الوسائل التي تستعملها الشركة من أجل الحصول على المعلومات. لكن الغريب في الأمر هو أن تقريبا 90% من المعلومات التي تحتاجها الشركة هي من الأساس متاحة في المجال العام، سواء في موقع الشركة المنافسة، سواء في الصحف، سواء عند الذين عملوا مع الشركة المنافسة ويعملون الآن معنا، سواء عند يعني بائع السلع، سواء عند بائع الخدمات إلى غير ذلك. فتقريبا 90% من المعلومات هي موجودة. وكما تعلم يعني براءات الاختراع مثلا هي شيء متاح في المجال العام. فالذي على الشركة والذكاء الاقتصادي في هذا الباب هو الوصول والتفكير في الوصول لهذه المعلومات لتحليلها وأخذ الخطوات الاستباقية مقارنة مع يعني الاستراتيجية الشركة. يعني دكتور حقيقة ما استنبطته من كلامكم، هل هو هناك يعني علاقة ما بين الاستخبارات العسكرية والطرق الأساليب العسكرية في طرح الذكاء الاقتصادي، وهناك آليات مستخدمة من قبل الشركات لهذه الأمور؟ نعم، هناك علاقة ما بين الاستخبارات العسكرية والذكاء الاقتصادي، لكن هذه العلاقة موجودة من حيث النشأة. يعني اليوم إذا ذهبت تبحث عن المتخصصين في الذكاء الاقتصادي، خصوصا المستشارين في الدول الكبرى والمستشارين في الشركات الكبرى، قد تجد بعضهم أو الكثير منهم يأتي من العالم العسكري. لكن الخبراء في الميدان الآن قرروا يعني طلاق بالثلاث، يعني قرروا أن يكون هناك الفصل التام بين الأساليب التي تستعمل في الذكاء الاقتصادي والتي هي أساليب أخلاقية، يعني ممنوع التجسس، ممنوع سرقة المعلومة، ممنوع إعطاء الرشوة من أجل الحصول على المعلومة إلى غير ذلك، والتوجه نحو الطرق الأخلاقية للحصول على المعلومة. مثلا صالونات، تكون هناك صالونات لعرض سلع كثير من الشركات، فالذهاب إلى هذه الصالونات مثلا يعطي الشركة الكثير من المعلومات يعني بشكل يعني معروف وأخلاقي ومقبول. كذلك يعني الذهاب إلى براءة الاختراع كما قلت، كذلك يعني إن كان هناك يعني تحليل للمواد الإعلامية المتعلقة بالمنافسين، فهذا يعطي كم يعني غفير من المعلومات. أعطيك مثال غريب، تعرف يعني شركة ديملر وكريزلر كانت شركتين فلما تم الدمج، تصور أن تسجيل موقع ديملر-كريزلر.com تم تسجيله بالأمس، يعني يوما قبل إعلان الإدماج للشركتين. فهذا يعني إن كان الإنسان يعني مراقبا دقيقا لما يجري من تسجيلات المواقع إلى غير ذلك، فيحصل على معلومات غزيرة. أعطيك مثال آخر، موقع أمازون كاردز وعمل أمازون في الجيفت كاردز، يعني البطاقات الهدايا، تم تسجيله أشهر كثيرة قبل ولوج أمازون إلى عمل البطاقات. فهذه أشياء، وهناك يعني مجالات وإشارات تعطي الشركة التي هي تراقب وتدقق المعلومة معلومات ثمينة جدا. يعني هناك نستطيع أن نقول كما يقال بشكل عام، الاستخبارات العسكرية هي الحرب وخدعة. فهناك شركات قد تأخذ وتجمع معلومات من شركات أخرى، وقد تنطلق بها قبل الشركة التي هي تحب أن تدخل وتخوض في موضوع معين. هل هناك مثلا على سبيل المثال دكتور، عندما أذكر كان هناك سوني أريكسون أيضا اندمجت كما ذكرتم في هذا، فهل هناك الاستخبارات هي تكون العملية بشكل مطابق للأخلاق أم هي خارج الأخلاق في هذه أيضا؟ هو كما قلت لك، يعني الخبراء في مجالنا في مجال الذكاء الاقتصادي يعني عندهم الأخلاق خط أحمر، يعني جميع الأشياء التي ليست قانونية وليست أخلاقية لا يقبلونها. فما دمنا نتحدث في مجال الذكاء الاقتصادي فنحن في المجال يعني المقبول قانونيا وأخلاقيا. إذا خرجنا إلى المجال يعني غير القانوني، أو مثلا
ما يسمى بإندستريال إسبيوناج، يعني التجسس الصناعي. والتجسس الصناعي هو شيء غير مقبول طبعا. مثلا تذهب إلى قمامة منافسك، إلى قمامته، وتكلف من يأخذ الأوراق المتاحة أو الأوراق الملقاة في القمامة من طرف منافسك. لذلك اليوم عندنا الشركات الكبرى يعني تفند الورقة، كيف يقول، يعني تقطعها قطعات حتى لا يستطيع الإنسان إعادة قراءتها. فهذه أشياء من في ميدان التجسس الصناعي. فهناك ميدان الاستخبارات العسكرية يعني التي يعتبر فيها يعني الحرب خدعة، وهناك ميدان التجسس الصناعي الذي هو شبيه بالاستخبارات العسكرية مطبقة للمجال الاقتصادي، وهناك الذكاء الاقتصادي الذي هو مجال يقول يعني يؤصل على أنه مجال قانوني وأخلاقي، يعني يأخذ المعلومة المتاحة في المجال العام ويحللها ومن ثم يخرج بنتائج يعني قد تفيد أو قد تعطي خلاصات مهمة للشركة، مثل مثلا دخول شركة في سوق ما. مثلا نجد في مواقع إعلانات التوظيف، مثلا تجد شركة منافسة لك فجأة أخرجت 10 إعلانات توظيف في دولة هي ليست فيها، مثلا لنقول في دولة كازاخستان، وأنت موجود في سوق كازاخستان في منتوج مثلا تنظيف، فتجد شركة كبيرة تخرج في مواقع توظيف 10 إعلانات لتوظيف أشخاص للعمل في كازاخستان. ماذا يعني هذا؟ يعني هذا يفيد بتقريبا احتمال 80 أو 90% أن الشركة تريد أن تدخل سوق كازاخستان، وهذا شيء أخلاقي، هذا يعني منافسة شريفة ومقبولة وقانونية، لكن هذا لا يمكن أن تحصل عليه إن لم يكن لك يعني مدقق مراقب في الذكاء الاقتصادي في شركتك أو وحدة مخصصة في الذكاء الاقتصادي. دكتور، طبعا إذا ربطنا موضوعين ألا وهو الذكاء الاقتصادي زي ما تفضلتوا والتكنولوجيا القائمة عليها الإنترنت والمعلومات المتواجدة على الإنترنت بكل سهولة، التوصل إليه بكل سهولة، والعوائق القانونية الغير متخذة حتى الآن في مجال الإلكترونيات، يعني هناك أحكام لم تنزل حتى الآن في مثلا سرقة المعلومات، في هل هذه تدخل من ضمن برنامجكم في الموضوع؟ طيب، الآن لما بدأ يعني مجال الذكاء الاقتصادي يتطور في بداية السنوات الثمانينيات في الولايات المتحدة والتسعينيات في أوروبا، كان قضية الإنترنت كان ينظرون إليها بشيء من يعني توجس، يعني الخبراء كانوا يفضلون المعلومة التي تأتي من البشر، يعني زملاء أو معارف أو يعني خبراء تلتقي فيهم في بعض المحاضرات أو اللقاءات بين شركات إلى غير ذلك فتحصل على معلومة مهمة. هذه يسمونها first hand information. أما second hand information يعني المعلومة التي تأتيك من الإنترنت أو من الكتب إلى غير ذلك فيجب الحذر منها. لكن اليوم الوضع تغير، يعني اليوم كل شيء على الإنترنت، فلا يمكن أن نعطي نفس التوجس حول المعلومة. لكن الإشكال ما هو أن المعلومة في الإنترنت، عموم المعلومة الموجودة في الإنترنت غير مفيدة. يعني ممكن نقول أن هناك قاعدة 80-15-5، 80% من المعلومة يا إما مغلوطة يا إما لا فائدة فيها مطلقا، وهذا صالح لجميع المجالات تقريبا، المعلومات، الإعلام إلى غير ذلك. ثم عندنا 15% من المعلومة التي ممكن تبني على تحليلها فوائد عملية، هذه 15% من المعلومة. الأولى يسمونها المعلومة البيضاء، والثانية يسمونها المعلومة الرمادية. 15% من المعلومة المعلومة الرمادية، يعني إذا قمت بأخذها ثم تحليلها تحليلا جيدا قد تخرج بنتائج. و5% من المعلومة يعني يسمونها المعلومة السوداء، وهذه المعلومة هي معلومة تعطيك معلومة مباشرة يعني حساسة، وهذه المعلومة من الصعب الوصول إليها عموما، خصوصا يعني من باب أخلاقي.
طيب دكتور، إذا أتينا بالمعلومات الميدانية، هل هي تطغى على المعلومات التكنولوجية الآن؟ أنا أتوقع أن هي الآن الميدانية خفت، يعني أنتم النسبة اللي طرحتموها 80 إلى 15 إلى 5، هل هي معلومات ميدانية أم هي معلومات تكنولوجية؟ ما القصد فيها؟ عموما هذه المعلومات ال 80% 15% 5% هي المعلومات المتاحه في المجال العام، لكن المعلومات الميدانيه مثلا يجب ان افهم ماذا تقصد بالمعلومات الميدانيه. كما طرحت أن هناك نوعين من المعلومات للتحليل، أنا هذا قصدي، يعني هناك من الأخذ من end of user أو end hand زي ما تفضلتم، First hand. والمعلومات first hand زي ما تفضلتم، وفي المعلومات اللي عن طريق الإنترنت. فأنا قصدي الميدانية اللي هو الفيرست هاند، يعني عندما يخرجون على الميدان للتسويق والأمور هذه، فيخرجون ميدانيا، يعني عندهم سبل معينة تدخل من ضمنها الذكاء الاقتصادي. طبعا طبعا، يعني بالعكس هذه من افضل ابواب المعلومات، هي المعلومه الفيرست هاند، يعني المعلومه التي تاتيك من المجال ومن الميدان، يعني من خبراء او من معارض دوليه التي توجد فيها الشركات المنافسه، او من يعني لقاءات ميدانيه بين خبراء شركات الى غير ذلك. هذا يمكنك من الحصول على يعني معلومه ثمينه. اما المعلومه السكند هاند التي توجد على الانترنت والتي توجد عموما في كل مكان او في المجال العام، هذه يعني كما قلت لك القاعده تطبق عليها. ولكن الان اصبح الانترنت هو اساسي يعني في اتخاذ المعلومات، لانه اصبح هناك مصادر موثوقه تؤخذ من قبل، يعني مثلا ويكيبيديا، فهذا المصدر يعتبر يعني شبه في ميثاقيه في الموضوع، يعني لا يضع اي شيء، وهناك مصادر اخرى تضع من قبل الدول، يعني خاصه امريكا. انا لاحظت في عده امور كنت ابحث عنها، امريكا تضع الشركات تحت مظله تحت تصنيفات معينه في الخط الاحمر او في الامور هذه، وخاصه في ماليزيا كنت اسال عن موضوع معين فايضا وضعوه لي تحت تصنيف معين، وقالوا التعامل فيه على مسؤوليتك ليس على مسؤوليه اي شخص اخر. فهذه من ضمن الامور، يعني حقيقه تحليل الامور هذه كيف تحللون دكتور؟ هو شوف، قضيه الذكاء الاقتصادي تدخل فيه الدوله كذلك. لماذا؟ لانه سرعان ما قد يقع في مجال التجسس. أعطيك مثال، في فرنسا وقع إشكال كبير مع بعض المستخدمين الصينيين الذين كانوا ينقلون بعض المعلومات للصين عن طريق يعني USB ديسكس، فوقع هذا كذلك مع تعرف يعني في دولة الاحتلال، يعني حصولهم على التقنيات النووية جاء من خلال التجسس الصناعي. فالدولة تأتي هنا لتحمي الشركات ذات يعني التقنيات أو الاختراعات الحساسة، فتجد الدولة وراءها في تكوينها وحماية معلوماتها، خصوصا وزارات الخارجية ووزارات الصناعة والتجارة. لكن أنا أختصر عليك الطريق، يعني الدول أيضا تدرس وتواكب التكنولوجيا والتقدم هذا. نعم تفضل بالمعلومات. طبعا طبعا، هناك مدارس تدرس الآن ما يسمونه بالحرب الاقتصادية. أنا لا أحب مصطلح الحرب، لكن هناك مدارس، يعني هناك مدرسة الحرب الاقتصادية في باريس مثلا، وهناك يعني مدارس تدرس هذا المجال. لكن حتى نبقى في الميدان يعني الأخلاقي، أنا أختصر عليك الطريق. تقريبا من 70 إلى 90% من المعلومات التي تحتاجها الشركة توجد عند الموظفين. يعني يكفي الخبير في الذكاء الاقتصادي أو العامل في شأن الذكاء الاقتصادي أن يكون في تواصل جيد مع جميع موظفي الشركة، وهم لديهم معلومات ثمينة حول المنافس، وربما هم لا يعطون هذه المعلومات أهمية، لكن هو مع تحليله هذه المعلومات تكون ثمينة. فتصور أن 90% من المعلومات متاحة 90% من المعلومات متاحة في المجال العام، ومن 70 إلى 90% من المعلومات موجودة عند الموظفين أصلا، إذا كانت يعني الشركة ذات يعني حجم معين. دكتور، انا وانتم تتكلمون عن الشركات، خطر في بالي ما حدث قبل ايام بسيطه، الا وهو جاك ما،
جارك ما الذي اختفى؟ يقال أنه اختفي من اللاذة، وكانت سبب اختفائه من إحدى الأسباب التي قرأت عنها أنه يجمع من المعلومات من الزبائن وكل ما لم تصل إليه الدولة. فهل هذا تعتبر من ضمن دراساتكم؟ يعني الشركات بهذا الشكل؟ هناك يعني إحصائية غريبة خلص بها أحد مكاتب دراسات معروفة في العالم، أن المعلومات التي يتركها مستخدم الإنترنت في العالم قيمتها 1,000 مليار دولار، يعني تريليون دولار. وتريليون دولار هذا حجم الاقتصاد تقريبا، هذا حجم الاقتصاد الإسباني أو تقريبا ثلثي حجم الاقتصاد الفرنسي، تريليون دولار. فهذه المعلومات يتركها المستخدم ببلاش كما يقول. فجاك ما هو على رأس شركة يعني فيها آلي بابا، آلي إكسبريس، آلي باي، يعني شركة تعرف معلومات الأداء، تعرف معلومات الشراء، معلومات الزبائن، وكذلك معلومات حول مستخدم خارج الدولة الصينية التي قد تفيد الدولة الصينية في، أنت تعرف يعني الحرب التجارية الموجودة بين الولايات المتحدة والدولة الصينية. فهناك يعني أسباب عديدة قد تكون وراء هذا الاختفاء هذا الشخص. نعم دكتور، اذا ربطنا ما بين يعني ما بين المعلومات الماخوذه، انا اريد ان اربط بحكم انه ايضا مجالكم في المجال الاقتصاد الاسلامي كدكتوراه وجزاك الله خير، الفكره اريد ان اربط ان نحن وصلنا الى فكره الاقتصاد او الذكاء الاقتصادي، كيف نستطيع ان نربطها مع الاقتصاد الاسلامي، سواء عن طريق الخلق، سواء عن طريق الدراسه، او طريق تعيين كوادر قويه في ربط الامور هذه فيما بينها، وهل هناك تدريسات تحمل عليها الاقتصاد هذا، بحكم أنه الآن أنا وأنظر إليه وأنتم أعلم مني في ذلك، بحكم أنه الآن التوجه للحرب، وإن لم تفضلوها هو توجه حرب اقتصادي أكثر ما يكون حرب عام. هو فعلا شوف، لما نكون في، والآن سأخذ يعني دقيقتين حتى أتحدث حديثا عاما قبل الرجوع على الاقتصاد، لما نكون في مجتمع مادي والهدف والقيمة النهائية في المجتمع، يعني القيمة المطلقة التي يسعى وراءها جل أفراد المجتمع هي تكديس الأرباح ورؤوس الأموال، مما يجعل منا يعني مجتمعات رأسمالية، فمن الطبيعي أن تكون هناك يعني أخلاق حربية. لماذا؟ لأن المؤسسون لعلم الاقتصاد يعني الغربي، لأن عندنا قبلهم يعني ابن خلدون والمقريزي، لكن نتحدث عن الغربيين. مثلا آدم سميث ماذا يقول لك؟ يقول لك الشركة ضعيفة يجب تركها حتى تموت. مثلا جون ستيوارت ميل كذلك يقول لك يعني الهدف من الوجود هو يعني تحصيل أكبر منفعة ممكنة. فإذا المجال الاقتصادي مع الأسف يخضع لنظريات يعني حربية بحتة ومادية، يعني لنقول يعني تقريبا داروينية اجتماعية، أي القوي يبقى والضعيف يذهب ولا عزع. في الاقتصاد الإسلامي هناك توجهان. التوجه الأول هو توجه عموما دخل قلبا وقالبا في الاقتصاد الرأسمالي، ويعني الأشياء القيمية والأخلاقية يعني تأتي تبعا. يعني أول شيء نأخذ هو الأرباح ونظرية الأرباح والحجم والكبر، ثم قضايا الأخلاق وننظر فيها. لكن الأصل أن الذي يعمل في الاقتصاد الإسلامي أصلا لا يمكن أن يقع في التجسس الصناعي، لأن هذا من باب السرقة وهذا من باب خيانة الأمانة. ونعرف أن من أصول أو من أركان الاقتصاد الإسلامي الأخلاق، من أركان الاقتصاد الإسلامي الأخلاق، ومن أركانه كذلك التجارة في الحلال. فلا يمكن أن يكون يعني معذرة في المقاطعة، إذا أخذناها هي كدراسة نعم ستجمع تفضلتم، ولكن إذا أخذناها كعالم يحارب في الاقتصاد فالحرب خدعة. هو شوف فرق ما بين يعني هل نتحدث داخل دولنا أم في العلاقات الدولية؟ طبعا يعني دول، أنت تعرف يعني دول مثل إندونيسيا دخلت الإسلام بالتجارة، يعني بماذا؟ بأخلاق التجار الذين أتوا من اليمن، فهي لم تعرف يعني دخول مسلمين بغير ذلك. فالمسلم
أينما كان هو سفير، أولا هو سفير لأخلاقه قبل أن يكون سفيرا لحرب اقتصادية أو تكديس أموال. ولذلك الفاعل في الاقتصاد الإسلامي، وهذا الجانب الثاني، هذا هو التوجه الثاني الذي أردت أن أتحدث عنه، لأنه مثلا لما تذهب للبنوك الإسلامية بعضها تجده يعني في جانب المسؤولية الاجتماعية ضعيف، ونعرف اليوم أن الجانب في المسؤولية الاجتماعية هو جانب مهم، ويبين عن يعني مدى اهتمام الشركة بالجانب الأخلاقي والجانب البيئي والجانب الاجتماعي. نجد بعض البنوك الإسلامية ضعيفة في هذا الجانب. فالاقتصاد الإسلامي هو شيء أكبر من البنوك الإسلامية، هو أولا خلق، هو أولا خلق، ولذلك من أركانه يعني الأخلاق ويعني البناء على الحلال. أما في المواجهة السوقية طبعا ممكن أن أتنافس، لكن بشكل شريف دون الوقوع في الحرام أو في التجسس، لأن أصلا التجسس عندنا منهي عنه بالحديث. دكتور، الآن إذا أخذنا في صلب الموضوع، حقيقة زي ما تفضلت البنوك الإسلامية انتشرت وانتشرت بشكل طيب، ولكن أرجع وأقول أنها هي مربوطة في الأخير بالبنك المركزي IMF الدولي، وإذا دخلت الارتباط بالبنوك هذه فهي في مجال غير إسلامي بحت. الآن أما الذكاء الاقتصادي أو الدراسة الاقتصادية ليست لها يعني منظمات أو شركات ترى كما يرى البنوك فيها، فهل هناك توجه تعليمي، توجه عملي على الموضوع ده؟ هو أنا الموضوع أعرفه يعني شيئا ما في بريطانيا، درست فيها في فرنسا، في المغرب، يعني أنا الآن في المغرب، لكن في الدول الأخرى يعني ليس عندي نفس الاطلاع. الذي أدري والذي أعلم هو أن هذا الميدان في بدايته في الدول العربية وفي الدول الإسلامية، يعني ميدان الذكاء الاقتصادي هو ميدان يعني في بدايته في الدول العربية والإسلامية. لكن قضية البنوك الإسلامية أنها تعمل مرتبطة مع البنك الدولي، هو شوف الأوراق النقدية التي تشتري بها سلعتك يوميا هي مرتبطة بالبنك الدولي، فجميعنا مع الأسف في منظومة ربوية، لأن النقود الائتمانية، خلق النقود يأتي بطريقة ائتمانية، يعني يأتي مبنيا على القروض الربوية، فجميع النقود التي نستعمل اليوم هي من باب نقود ائتمانية ربوية. لكن هذا يسمى عند الفقهاء عموم البلوى، كيف نصنع بغير ذلك؟ لا يمكن أن تعيش. لكن الهدف ليس هو يعني طرح بديل حلال فقط والتوقف عند هذا، الهدف هو التفكير في منظومة بديلة. لماذا؟ لأنك لما تأتي ببديل في جزئية من جزئيات الاقتصاد، الجزئيات الأخرى ستأكلك وستأخذك في تيارك. أما لما تأتي بمنظومة بديلة، ولذلك يعني لما تسمع الوزير الأول القديم في بريطانيا غوردون براون، ولا مثلا رئيسة الصندوق النقد الدولي سابقا يعني كريستين لاغارد تقول يجب أن نأخذ بعض العبر من الاقتصاد الإسلامي، هم يعني يرون في هذا جانب مادي، لكن المهم عندنا نحن هو الجانب الأخلاقي. بمعنى لماذا في الأخير قضية الربا تم تحريمها؟ للظلم ولأسباب أخرى. فنحن الظلم أينما كان لا نكون معه. فإن كان الفاعل في الذكاء الاقتصادي سيظلم منافسه بطرق غير شريفة فهذا غير مقبول. أعطيك مثال آخر، مثلا عندنا في الذكاء الاقتصادي، الذكاء الاقتصادي الدفاعي. ما هو الذكاء الاقتصادي الدفاعي؟ هذا الذكاء الاقتصادي الدفاعي هو لما تعلم أن منافسيك يعني لديهم وحدات ذكاء اقتصادية، عليك أنت أن تدافع على معلوماتك وعلى مربع عملياتك بطريقة شريفة كذلك وبطريقة أخلاقية. وبالتالي كما قالت يعني برايس ووترهاوس كوبرز في قبل يعني قبل سنوات، قالت يعني سرقة المعلومات كلفت 1000 شركة 45 مليار دولار، هذه فقط سرقة المعلومات. ولذلك الفاعل في الاقتصاد والفاعل في الشركة سواء كانت كبيرة أو صغيرة ذات اختراع مهم، عليه أن يدرب العاملين في الشركة على الذكاء الاقتصادي الدفاعي. مثلا إذا أخذت يعني معلوماتك في قرص، فذلك القرص يجب أن تحتفظ به في مكان يعني أمين، يجب أن تضع يعني مثلا باسورد على القرص.
مثلاً إذا أخذت معلوماتك أو وصلتها في إيميل أو من الهاتف، عليك أن تتحقق أنه بطريقة، يعني اختراق هاتفك، هاتف عملك يكون صعب، مثلاً تستعمل خطوات دفاعية للحفاظ على المعلومة. كذلك إن كان الذي سيتحدث عن منتوج جديد في سوق جديد مثلاً، يعني المسؤول عن التواصل في الشركة، يجب أن يتدرب أو يتحدث أولا مع الخبير في الذكاء الاقتصادي، خصوصا الذكاء الاقتصادي الدفاعي، قبل الخروج إلى الإعلام والأصحاب، حتى يعني لا يعطي معلومات، حتى أو معلومات قد يعطي معلومات يعني تفسد على الشركة استراتيجيتها للدخول فيه. فكذلك الحفاظ على المعلومات يسمى الذكاء الاقتصادي الدفاعي، وهذا يعطي نتائج ملموسة في عالم التجارة. دكتور، بحكم باك جراوند اي تي، كنا ناخذ الباك اب للشركات ونضعه عندنا، ونستطيع ان ندخل بكل اراحيه لكل المعلومات زي ما تفضلتم. الان اصبح الان اصبحت الباك اب على الكلاود، تعرفون اكثريه اللي هي السحاب الافتراضي. فالآن في هذه المجال أنا أتوقع أن المعلومات أصبحت سهلة للتداول، وأصبحت في طريقة جدا لا يحتاج لها أي صعوبة للخضوع لها، وأصبحت التكنولوجيا تتوجه إليها. ففي هذه الحالة وبحكم توجهكم الخاص، أنا أريد أن أسأل في موضوع الشركات الصغيرة، بحكم توجهكم هو الموضوع الشركات الصغيرة، فما هي الأساليب الدفاعية لحماية نفسها من الذكاء الاقتصادي والحرب فيها؟ أول شيء وأول نصيحة أعطيها لجميع الشركات الصغيرة هي أن تبتكر في أجندتها شيء اسمه دقيقة الذكاء الاقتصادي، يعني اجتماع أسبوعي أو شهري يجتمع فيه جميع الموظفين سواء عن بعد أو عن قرب لنقاش قضايا الذكاء الاقتصادي وقضايا الدفاع عن معلومة الشركة والاختراقات التي قد حصلت أو قد تحصل للشركة وما هي الجوانب الهشة. مثلا يعني الإنسان، الشركة قد يكون لها موظفون غير ليست لديهم التحسيس، يعني تحسيس على هذه المعلومة. قد يكون مثلا عندك مختبر، وفي المختبر عندك يعني اختراعات مهمة، أو قد يكون عندك مثلا application، وهذه الابليكيشن فيها معلومات حساسة، وقد يعمل فيها أناس يعني لا ليس عندهم هذا التحسيس في الذكاء الاقتصادي، وقد يعني يأتوك بمصائب. فقضية الذكاء الاقتصادي الدفاعي على الأقل تكون مسؤولية مناطة بأحد العاملين، يعني إن لم تكن الشركة لها الموارد المالية الكافية لتوظيف شخص في الذكاء الاقتصادي، على الأقل تنيط المسؤولية بشخص ما في الماركتينج ولا في الكنترول الذي سيتكفل بهذا التحسيس للموظفين، خصوصا الجدد. تعرف يعني مثلا قد يأتيك اتصال في شركة صغيرة، مثلا يأتيك اتصال ويقول أحدهم يعني أنا طالب باحث، فممكن أجري يعني انترفيو ولا لقاء مع أحد المسؤولين، فأنت تقول يعني من باب المساعدة طبعا مرحبا، لكن قد يدخل لك في بعض الأسئلة التي هي حساسة، وقد يستخرج منك معلومات يعني هي قد تكون استراتيجية، والآخر يعني عنده فكرة يعني مساعدة فقط. لا، هذا قال لك طالب، يرسل لك سيرته الذاتية، يرسل لك يعني بطاقة الطالب أو أشياء أخرى التي يعني قد تفيد بأنه فعلا طالب. إذن ما استنبطته من حديثكم وهو قسم جديد في الشركات الصغيرة، أن يكون هناك فرع خاص بالذكاء الاقتصادي لحماية الشركة من الأضرار الخارجية أو من الأضرار الداخلية، سواء كان من داخل هذا قسم لابد منه. وأنا أعطيك يعني السبل السريعة لتعرف الشركة هل تحتاج هذا القسم أم لا. تطرح الشركة على نفسها 5 أسئلة: هل أستطيع أن أعطي اسم 5 منافسين؟ هل أستطيع أن أعطي أسماء أهم منتوجاتهم وخدماتهم؟ هل لي علم باستراتيجيتهم ل6 أشهر مقبلة؟ هل أعرف اسم الذي له نفس العمل أو المسؤولية في الشركة المقابلة؟
وهل أعرف ماذا يفعل حاليا؟ إن لم أكن أستطيع الإجابة على هذه الأسئلة فأحتاج قسم أو على الأقل مسؤول يتكفل بقضية الذكاء الاقتصادي. والله قسم هذه حقيقة أنا أرى أن شركات كثيرة تفتقد هالموضوع هذا، وكيفية التواصل والوصول إلى 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 طرح الفكرة هذه كيف ستكون دكتور؟ يعني هي شوف، مع الأسف الشركات الصغيرة التحدي الأهم عندها هو تحدي السيولة، يعني الحصول على السيولة والحفاظ على السيولة والبقاء على الحياة. فالمسؤول في الشركة الصغيرة لا يستطيع أن يقتنع بضرورة أن يكون لديه مسؤول في الذكاء الاقتصادي، ولذلك في البداية النصيحة التي تعطى للشركات الصغرى هي أن تنيط المسؤولية للذكاء الاقتصادي بالمسؤول عن التسويق، فمثلا يعمل مثلا 5 ساعات أو 4 ساعات في الأسبوع خصيصا لقضية الذكاء الاقتصادي، سواء الاستشرافي أو الدفاعي، ثم يضع هذا الذي قلت لك يعني دقيقة الذكاء الاقتصادي ويحسس الموجودين. إن كان هو في ميدان حساس مثلا ابتكارات طبية، مثلا تصور الشركات الطبية قد تكون الشركة كلها تدور على اختراع واحد أو على براءة اختراع واحدة، ففقدان بعض المعلومات الحساسة أو عدم معرفة هل هناك يعني منافسين يبحثون في نفس المجال، هذا شيء مهم وخطير بالنسبة لهذه الشركة. فقضية الذكاء الاقتصادي هي في آخر المطاف قضية مربحة للشركات الصغرى كذلك، أما الشركات الكبرى هي تعرف المجال ومقتنعة ولديها العاملين في هذا المجال. دكتور، إذا أتينا على نهاية البرنامج، طبعا حقيقة الموضوع شيق جدا ونود أن نطرح موضوع آخر في هذا المجال أكثر تعمقا، إذا أتينا في نفس الشركات والعقلية الموجودة في المنطقة الشرق الأوسط أو في منطقة الدول العربية، هل هي متقبلة للفكرة أم هي أفكار ما زال لها زمن ووقت حتى أن تتحقق؟ وهذه تقريبا لنا 3 دقائق الأمر عندكم، وإن شاء الله سيكون لنا لقاءات أخرى لأنه حقيقة الموضوع شيق جدا. تفضل دكتور. مرحبا. وشوف أخي العزيز، في دولنا يعني عموما التجارة هي فن عالمي، والاقتصاد هو يعني شيء مشترك بين البشرية، خصوصا اليوم مع العولمة. من الجوانب الإيجابية للعولمة أن وصول المعلومة يصبح يعني متاح وأسرع، ومن جوانبها السلبية هو التنميط، يعني جميع الشركات تصبح تعمل بنفس الطريقة تقريبا، فهذا التنميط هو من يساعد الشركات الكبرى لدفع بثقافة هذا المجال اللي هو الذكاء الاقتصادي. لكن الشركات الصغرى عموما غير يعني لا تعرف هذا المجال، ولذلك الذي أقول حسب ما أعرف مثلا في المغرب أن هذا الميدان في يعني هو في بدايته، والقابلية للفكرة موجودة، القابلية للفكرة موجودة خصوصا بالنسبة للشركات التي لديها يعني شيء تحافظ عليه مثل معلومة أو براءة اختراع أو يعني شيء يعني حساس. أما الشركات الأخرى فهي كذلك تحتاج هذا المجال اللي هو الذكاء الاقتصادي، لكن فقط يجب أن يبين لمدير الشركة أو إدارة الشركة، تبين لها أهمية هذا المجال وأنه مجال سيساعد في زيادة أرباح أو نقص خسائر الشركة في آخر المطاف. دكتور، نشكركم كثيرا على ما قدمتموه لنا من معلومات طيبة، حقيقة نود أن نعيد الكرة أكثر وأكثر معاكم في نفس الموضوع أو في مواضيع أخرى أنتم تطرحونها. أسعدنا بلقائكم وسنسعد أكثر إن شاء الله باللقاءات الأخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.